ينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا السيد مصطفى المجعي الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب. سيد المجعي، أرحب بك وأطلعني عن آخر تطورات الوضع الميداني ومشاهده محوري عين زارة ووادي ربيع هذا اليوم. مساء الخير لك أستاذي الكريم ولكل مشاهدي القناة. ياريت الصوت، لأن الصوت عندي ضعيف شوي لو سمحت. طيب، سألتك عن آخر التطورات الميدانية في محوري عين زارة ووادي الربيع هذا اليوم. بصباح اليوم تقدمت قوات عملية بركان الغضب في محور وادي الربيع ومحور عين زارة. كان الهدف هو التقاء هؤلاء المحورين مع بعض وإكمال هذا الطوق. في أثناء تقدم دارت اشتباكات قوية وعنيفة في منطقة وادي الربيع تحديدا. ارتقى الى ربهم شهداء، 5 شهداء من قوات عملية بركان الغضب، وتقريبا 12 شخص جريح. حققوا الكثير من الانجازات، منها بسط السيطرة على مناطق حيوية كانت هي هدف مرسوم للقوة للوصول الى هذه الاماكن. ربما الآن خفتت بعض الاشتباكات، لكن الهدف لا زال قائم، هو بسط السيطرة على تلك المنطقة والتقاء المحورين يعني مع بعض. طيب، هل تمركزت قوات الجيش الليبي بعد هذه الاشتباكات في نقاط غير التي كانت فيها سابقا؟ يعني هل هناك تقدم فعلي وتمركز في نقاط أمامية؟ اي بالتاكيد، كل الاراضي التي تقدموا لها اليوم هي نقاط تمركز لديهم، هي بسطوا سيطرتهم بالكامل عليها. اعتقد مثلث نسيت الاسم، عفوا، مثلث المنطقه منطقه حيويه ومهمه، هذا المثلث هم الان. هل تتحدث يعني سيد المجعي؟ سيد المجعي، قلت لك قوات تقدم قوات عمليه بركان الغضب في اتجاه من القادمين من محور عين زارة للالتقاء في الاشاره الضوئيه اللي هي عين الربيع، وادي الربيع عفوا. طيب، على صعيد الحوار او ربما محاوله سحب أبناء ترهونة من الحرب الخاسرة التي أدخلهم فيها مجرم الحرب حفتر، هل هناك أي معلومات جديدة؟ خاصة أنكم قلتم أنكم ألقيتم القبض على 3 مبعوثين من مدينة ترهونة لمجرم الحرب حفتر، وهم 3 ضباط. اي بالتاكيد، قوات عمليه بركان الغضب في عمليه نوعيه القت القبض على 3 ضباط في المنطقه الجنوبيه، كانوا باتجاه مع خط الامداد الجنوبي من منطقه الشويرف، كانوا باتجاه الرجمه، كانوا يحملون رساله من العيان واهالي مدينه ترهونه. مفاد هذه الرساله هي ان مدينه ترهونه لن تعد تحتمل ما يحدث. مدينة ترهونة هي في يعني كل شيء معدوم، الوضع صعب جدا، مدينة ترهونة لا تستطيع الصمود أكثر مما صمدت. أنت أدخلت أبنائنا في هذه الورطة وفي هذه الحرب، لابد أنك تتدخل وتعمل الحل حتى بالتحديد. عندما تحدثوا هؤلاء المرسولين، من ضمن ما طلب منه يا إما يعمل هدنة يا إما حتى يخرج هو وأولاده، يعني الوضع لا يحتمل في 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 مدينة ترهونة. وبالتالي رسالة كانت واضحة والدل دلالة واضحة على أن الوضع في ترهونة للأسف ما فيش حد يتمنى لأهلنا في مدينة ترهونة أن يصل بهم هذا الحال، لكن هذا ما أوصلوا أنفسهم له. كان فيه اتصال حتى من مدير مستشفى ترهونة يتصل بسيد فوزي منيس المسؤول في وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، يطلب منه بطريقة الصداقة بالعلاقة بالود بالدلانية أن يبعث له أي شيء، لأن كم الجثث، كم الجرحى، كم المعاناة التي تعانيها مدينة ترهونة لم يعد يطاقها. طيب، صعب جدا وحرج جدا في مدينة ترهونة. طيب، أريد أن أستفهم منك على شيء أيضا له علاقة بوضع مدينة ترهونة، يعني من خلال الضباط الذين ألقيتم القبض عليهم، يعني هل لديهم الآن تلك القناعة التي تخبرهم أن حفتر فقط استخدمهم في كذبة الجيش للسيطرة على العاصمة، وأنه تركهم الآن لمصيرهم بعد فشل هجومه وصده من قبل قوات الجيش الليبي وعملية بركان الغضب؟
بالتأكيد هم هذه القناعة هم واصلينها، وحتى حتى في خلال الحديث معهم يقولوا بأن هم الآن يحاولوا حتى من خلال قيادتهم للمعركة أنهم هم الآن انفصلوا عليه حتى عسكريا في عملية طرح المعلومات. أولا جيش حفتر من القوات ومن مرتزقة أن تكون موجودة في مدينتهم، خاصة جرم حفتر كان يعمل على نقطتين، كان يعمل على نقطة العمليات العسكرية هي موجودة في مدينة غريان، وكان يعمل على ترهونة محطة لتجميع القوات. تجميع القوات في مدينة ترهونة يعني أنه أتى بكل المرتزقة وبكل من هب ودب وحطة في مدينة ترهونة، وهذا الوضع أثار قلق حتى أهالي المدينة. المدينة فيها سكان، فيها آمنين، فيها أهالي، فيها وبالتالي سلوكيات ومسلكيات هؤلاء الشراد الموجودين في المدينة يعني لم يعد يحتمل. الشيء الآخر هم الآن يحاولوا إطالة أمد صمودهم أو بمعنى صمودهم في المعركة إلى أن يأتي الحل الذي يخرجهم من هذا المأزق الذي ورطوا أنفسهم فيه. هم مقتنعين قناعة تامة بأن هذه العصابة التي رهنت نفسها للمجرم حفتر ضيعت بإخراها ولم البحث عن الحل، فهم ذهبوا إلى حفتر حرفيا. الشخص منهم بيقول أنت ورطت أهلك، تعال دير لنا حل بهذا المفهوم. أقوله تماما. جزيل الشكر سيد مصطفى المجعي الناطق باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف.